قامت طواري إطلاق مبادرة لنصلهم، وتهدف هذه المبادرة لذوي الاحتياجات الطبية الذين يتلقون العلاج في منازلهم بالأجهزة الطبية. وتم توفير مولد بديل في حالة القطع في حالة الصيانة الدورية أو القطع المفاجئ، يتم إرسال فوري لهذه المولد بتوفير البديل. وتأتي هذه الخطة ضمن استراتيجية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المرائية للسن، وتأتي هذه إحدى المبادرات التي تهدف إعطاء الأهمية لتلك الفئة من كبار السن، وجل الاهتمام بإمارة الشارقة لمثل تلك الفئات لإعطائهم الأولوية القصوى وتوفير الحياة الكريمة لهم في منازلهم.